النجمة الأربعين. ده فخر لينا كلنا كمصريين، لأن النادي الأهلي بالنجمة الأربعين أصبح رقم 7 على العالم في تحقيق هذا الرقم. النادي الأهلي غير أكبر سكور حصل، النادي الأهلي على مستوى الأفريقي وعلى مستوى الشرق الأوسط هو الأول والسابع على العالم، ويمكن حسب يعني الإحصائيات أعتقد النادي يوفنتوس وريفر بلاد اللي هو الأرجنتيني يجوا بعد النادي الأهلي أعتقد كده يعني. بس أنا بتكلم على اللي ساهموا في شبابنا وفرقتنا، اللي ساهمت بيه وبتحط يكتبوا تاريخ، بيكتبوا تاريخ للنادي الأهلي. فألف مبروك يا شباب، وده العهد بيكم، واللي جاي انتوا أبطال، فاللي جاي أصعب. دايما البطل ده الناس كلها بتحاول ان احنا ازاي البطل دوت نحتك بيه على اعلى مستوى. انتوا ده قدركم زي ما قلت لكم قبل كده، ودي مسؤولياتكم تجاه جماهيركم تجاه ناديكم وتجاه بلدكم، انك دايما تحاول انتصارات ودايما تحققوا ارقام قياسيه باذن الله. وانا متاكد عندنا كلنا ثقه فيكم باذن الله، ان ان شاء الله باذن واحد احد مش بس هدفنا البطوله الدوري العام، لا عندكم الهدف اكبر، عندكم بطوله افريقيا باذن الله، وعندكم كاس عالم للانديه باذن الله. انتوا قادرين يا شباب، انتوا قادرين تحققوا هذا الكلام، وانتوا عارفين ازاي تحققوه كمان. ان شاء الله باذن الله يكون النجاح حليفكم وحليف النادي باذن الله. كمان النهارده يمكن في بعض الناس لازم اشكرهم، الناس مش موجودين معانا النهارده، يعني مثلا الكابتن حسام البدري، كابتن سعد عبد الحفيظ، كل الجهاز الفني والاداري اللي ساهموا في الانجاز بتاع النهارده ده، لازم كلنا نشكرهم لانهم فعلا عملوا موسم هايل، كلهم اولاد النادي وكلنا ثقه فيهم. بشكرهم جدا جدا لمجهودهم اللي حصل خلال الفتره اللي فاتت والموسم ده. كمان في حاجه مهمه بتميز النادي الاهلي يا جماعه عن اي نادي تاني، انا مش عايز اقول يعني في العالم، يعني النادي الاهلي دايما في ترابط، النادي الاهلي دايما في سلسله كده، سلسله ذهبيه، الناس بتسلم بعض، الناس بتسلم بعض، ادارات ولاعبين ومدربين واجهزه، كل الناس بتسلم بعض، هي دي سلسله الاهلي الذهبيه. فعشان كده النهارده الدوري ده احنا دخل يعني في مشاركين اللي في الدوري دوت معانا، في مشاركين من اول 1907 لل 40 بطوله بتوع النادي الاهلي، جميع مجالس الادارات، جميع اللاعبين، كل دولت السنه دي مجلس الاداره السابق بقياده المهندس محمود طاهر هو شريك معانا. الحاجه المهمه اللي كمان لازم يعني ابرزها، هي مزعلاني شويه ولكن لازم ان انا اقولها، الجمهور. انا زعلان جدا الجمهور مش معانا النهارده، زعلان جدا زي ما قال يعني المهندس هاني وقال الاستاذ محمد ربنا يكرمهم يعني، وقال سيف الحقيقه، ان احنا ان شاء الله السنه الجايه الدرع باذن الله ولا احتفال الجمهور، مع احتفال الجمهور ان شاء الله في ملاعبنا باذن الله ان شاء الله. هنا الجمهور هو السند الحقيقي، هو السند الحقيقي للنادي الاهلي. الجمهور بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى، جمهور النادي الاهلي هو اللي صنع كل الاسماء، كل الاسماء اللي مرت في تاريخ النادي الاهلي. بعد توفيق الله الجمهور هو صاحب الفضل، الجمهور هو الحامل للنادي الاهلي، الجمهور هو السند للنادي الاهلي، الجمهور هو اللي بيدفع الناس دفعا للبطوله ولتحقيق انجازات. عشان كده كان نتمنى باذن الله ان تيجي الفرصه القريبه ونحتفل مع جمهورنا باذن الله. الحاجه الثانيه ان الجمهور دايما ليه دور مع كل اسماء، مش بس لعيبه الكوره ومش بس الالعاب الاخرى، حتى مع الاداره، اي انسان بيشتغل في النادي الاهلي اداريا حتى الجمهور بيدعمه. الجمهور ده هو ده سندكم الحقيقي بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. احنا بصراحه انا شخصيا لو بتكلم عن نفسي يعني ربنا انعم عليا باسم شهره، ولكن من غير توفيق الله ومن غير جمهور النادي الاهلي انا ما حدش كان يعرفني، ما حدش يعرفنا. فجمهور الاهلي ده هو الاساس، هو الاساس وهو الدافع القوي للجيل الحالي والاجيال السابقه وان شاء الله الاجيال القادمه باذن الله.
يمكن عايز اتكلم في الاخر عن عائله النادي الاهلي. عائله النادي الاهلي العائله دي او الاسره دي هي دي من اسس النادي الاهلي. ازاي نتعامل مع بعض كاسره واحده؟ ازاي نتعامل مع بعض كعائله واحده؟ ممكن العيله واحنا اي كلنا عندنا عائلات ممكن ان نختلف جوه بيتنا، ولكن لما يكون هناك تحدي او يكون هناك شيء يمس النادي الاهلي العيله كلها بتتكاتف والعيله كلها بتقف. فانا متاكد ان عيله النادي الاهلي باذن الله هي اللي هتبني النادي الاهلي. العيله كلها هي اللي هتبني النادي الاهلي، هي اللي هتحمي النادي الاهلي. ده شيء مهم كنت لازم اقوله. احنا كلنا حاجه واحده، محدش هيفرقنا، والمفروض ان مفيش حد يفرقنا. عشان كده انا في ختام كلمتي بشكر كل الساده الحضور، بشكر المهندس هاني بريده، وبشكر المهندس محمد كامل، الاستاذ محمد كامل، لان فعلا ليهم دور كبير في ان هم كانوا نفسهم الحقيقه يكون الاحتفال ده برضو جوه الملعب، لان احنا نقلنا الرغبه دي ليهم، لكن يمكن الظروف الحاليه ما سمحتش بده. ولكن ان شاء الله بالنسبه لجمهورنا حاجه ثانيه. كان لينا خلال الخمس شهور اللي فاتوا انا كان شخصيا كان ليا تداخل يعني تواصل مع بعض الاجهزه ازاي الجمهور يرجع. حصلت ظروف معاكسه فوقفنا شويه او رجعنا خطوات لورا. دلوقتي باذن الله هنعيد المجهودات دي تاني، لان انا عارف ان كل الناس المسؤولين نفسهم الجمهور يرجع. ان شاء الله باذن الله السنه الجايه باذن واحد احد ان شاء الله نحتفل بدرع الدوري في وسط جمهورنا ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم.